أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا على هامش المؤتمر السوري الأوروبي لجراحة الأعصاب. يسرنا أن نلتقي مع الدكتور بسام كباريتي، أخصائي جراحة الأعصاب الدقيقة وأحد المحاضرين في المؤتمر. أول شيء اسمح لي دكتور رحب فيك ببلدك سوريا. أهلا وسهلا فيك يا آنسة، والحقيقة أنا بيسعدني أني شارك بمؤتمر من هالنوع هاد، خصوصي أنه مقام ببلدي الحبيب سوريا. دكتور ممكن ناخذ فكرة عن مشاركتك بالمؤتمر؟ الحقيقة أنا أحد أعضاء الوفد الفرنسي المشارك، باعتباري أقيم وأعمل في فرنسا من 15 سنة، ومن المعروف بكل أنحاء العالم أن طب الأعصاب تقدم كتير عنا بفرنسا وحقق إنجازات علمية هامة، ولهالسبب هاد كانت المشاركة الفرنسية غنية. أما بالنسبة إلي شخصيا فكان إلي فرصة تقديم محاضرة بالمؤتمر عن أحدث الطرق المتبعة بالعالم لمعالجة النزيف الدماغي والسكتة الدماغية واستئصال الأورام الضاغطة. طيب شو رأيك بالمؤتمر بشكل عام دكتور؟ بصراحة المؤتمر كان ناجح بجميع المقاييس، هذا طبعا بالإضافة لأنه هيأ فرصة كبيرة للالتقاء مع الأخصائيين السوريين، ومن شأن هذا الالتقاء تبادل الخبرات والأفكار والتجارب مع مختلف البروفيسورية والأطباء الأساتذة الأجانب. طيب دكتور قبل الوداع شو بتحب تقول للأخوة المشاهدين؟ بحب أقول للمشاهدين أني بعد ما لمست لمس اليد التقدم الطبي الحاصل بالبلد وازدهار سوريا الحديثة في جميع الميادين، قررت أني ضب شنتاية سفري وأرجع للوطن عن طيب خاطر حتى ساهم مع أخواني الأطباء المحليين بخدمة بلدي. حاجتي بقى غربة وحنين ودموع وشكاية وأنين وشوق ببلاد الغربة. هذا شيء عظيم كتير دكتور. لا، لأنه البعض عم يقولوا عني أني ما عندي خير للوطن ومزاريبي لبرا، وعم يشنعوا علي التشنيعات ما أنزل الله بها من سلطان. ولا يهمك دكتور، وأكيد حضرتك برجوعك هاد رح ترد على المغرضين رد مفحم، ومن جهة تانية لازم الوطن يستفيد من علمك وخبرتك، مثل ما بيقولوا جحا أولى بلحم توره. وانت الصادقة بلحم دكتوره. على كل حال شكرا لك يا آنسة، وشكرا للفضائية السورية، عقبال ما يصير عنا أكثر من 10 محطات ديجيتال متخصصة. يسلموا هديات. الله يسلمك. ايه بس ما قلت لي شو بدي اقول لك امري؟ هالكلام يلي قلته امبارح بمقابلتك بالتلفزيون يا ترى كان مزبوط ولا كنت عم تجرش حكي وتبيع وطنيات؟ هلا هيك انا بنظري، ليش من ايمتى كنت يا ميادة اجرش حكي وبيع وطنيات؟ يعني مزبوط. طبعا مزبوط، لانه انا فعلا قررت ارجع للوطن واستقر بالشام. هيك ها؟ هذا الكلام اللي بينسمع. حاجتك بقى غربة وشنطاتها بفرنسا، وحاجتنا نحن أهرمة كفاها الله. أوف، ليش بشو عم تتأهرموا بغيابي؟ عم أصر عليكم بشي؟ لا بس بيضل وجودك بيناتنا غير شكل. شو هالحكي؟ هلا يلي جوزها عايش جنبها وجوات البلد مثل يلي جوزها عايش بعيد عنها وبرات البلد، زينها بعقلك. معك حق. طيب شو رأيك افتح عيادة ولا اشتغل بالمستشفيات؟ هيك وهيك، بتفتح عيادة كبيرة بنص البلد وبتتعاقد مع شي مستشفى ضخم. ليش قليل اسمك انت؟ يا ميادة اسمي معروف بفرنسا، بس هون بجوز بدي فت خبز حتى انشهر. ايه ما بدك شي ما شاء الله حولك، يعني بشهرين زمان بتنطبل فيك البلد طبل. يا بسام انت اختصاصك نادر، انا واثقة تمام انه دخلك هون ما رح يقل ابدا عن دخلك بفرنسا. معنات هالشي لازم اطلع شهر على باريس انهي اموري وعلاقاتي وارجع. انت عيني هذا الكلام المزبوط، وبهالفترة هي رح خلي امجد واحلام يدوروا لك على عيادة مناسبة. شو رأيك؟ ماشي الحال، تكلنا على الله. قلت لي ماما
شو رأيك بصيغة الإعلان؟ بصراحة ما استوعبته منيح، عدليها مرة تانية لشوف. على عيني. بشرى سارة لمرضى الأعصاب في سوريا، يعلن الدكتور بسام كبريتي أنه قرر. لا ماما، لا، ما عجبتني هالصيغة منوب، لازم نلاقي صيغة ملفتة للنظر أكثر من هيك. ماما معها حق، لأنه الإعلان كتير كلاسيكي، بعدين ما حلوة كلمة بشرى سارة، شو نحن بدنا نفتح سوبر ماركت؟ لكن اخترعي لنا حضرتك هيك شي صيغة بتكون مودرن، أحسن ما عم تتمقلسي على أسلوبي. طيب شو رأيكم نكتب بالمانشيت العريض عودة الدكتور بسام وتحتها منكتب ترقبوا الافتتاح المنتظر؟ أشوف فيلم سينما هو يا حبيبي، قال ترقبوا الافتتاح المنتظر. ماما أنا برأيي نأجل الإعلان هلأ لحتى نعتمد على العيادة. ليش ماما؟ خلينا ننزل هلأ الإعلان مشان نكسب وقت. ماما إذا لقينا العيادة منحط عنوانها على الإعلان فرد مرة. طيب شو رأيكم ننزل أول إعلان بدون ما نحط عنوان العيادة، وبالإعلان الثاني مننزل العنوان؟ وليش هالدورة واللفة بقى؟ مشان يصير تشويق أحلام خانو. أصبح وينك؟ اكتب لقلك. يعلن الدكتور بسام كبريتي الأخصائي بمعالجة الأعصاب وعضو الهيئة الأوروبية. كيف كانت سفرتك؟ يا ستي ممتازة كتير، وعينك تشوفهم هنيك قديش زعلوا لما بلغتهم قراري، عم قلك انقهروا من جوات قلبهم. لك كان معلوم بدهم ينقهروا؟ لا، ودكتور بيير فرديناند عمل المستحيل حتى يخليني ارجع عن قراري، بس ما قدر، وكل محاولاته باءت بالفشل، لدرجة انه عرض علي يزود لي راتبي بالمستشفى 70% ضربة واحدة، ورغم هالشي ما لقى استجابة مني. منيح والله يلي ما ارتخيت قدامه وقبلت بالعرض. هو بصراحة ميادة المغريات بفرنسا كتير كتير مثل ما بتعرفي، يعني عز ومركز وفلوس واحترام وفيلا مجانية، هذا كله ما عدا منصبي بالجامعة، لأنه منصبي لحاله بيحسدني عليه القاصي والداني، بس صدقيني كل هالشي بيهون قدام رجعتي للبلد وقعدتي بيناتكم. قدامنا نحن ولا قدام الماما؟ ولو يا أحلام، أنتو ماما أغلى شي عندي بهالدنيا. إيه شو هالسان الحلو هذا يا بابا؟ يعني مع إني أنا دارس صحافة وشغلتي الحكي، إيه عليم الله عليم الله ما بطلع نقطة ببحرك. إيه لكن حتى تعرف إنه مواهب أبوك متعددة. يا سيدي باصم لك بالعشرة. على فكرة بسام، الأولاد لقوا لك عيادة حلوة كتير ومنتظرين موافقتك عليها. خلاص إذا عجبتكم بشتريها على غميضي. والأجهزة بابا؟ الأجهزة وصيت عليها وبعد 10 أيام بتوصل لهم. يا سيدي الله يقدم لك اللي فيه الخير والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. خف أعطيني ورقة خسة. ورقة خسة إدك معنا. الحقيقة يا دكتور رجعتك لهون مكسب كبير للبلد، وأنا بحيي فيك شهامتك ووطنيتك. شكرا يا سيدي الله يخليك. يعني بتقبلوني بالنقابة؟ الله يسامحك يا دكتور. النقابة كلها تحت أمرك. جهزت الوراق يا ترى؟ لا والله. ليش شو الوراق المطلوبة يا استاذ؟ ولا يهمك دكتور، اوراق عادية هلا بكتب لك اياها هون انا، بس اهم شيء تعديل الشهادة. تعديل الشهادة؟ شلون يعني؟ اجراء روتيني كتير، يعني شهادتك اللي حاصل عليها من فرنسا لازم تتعدل بما يوازيها من الشهادات السورية. شو الحكي استاذ؟ انا حاصل على شهاداتي من فرنسا ومن اهم كليات الطب العالم، ومارست إدارة أضخم المشافي والمستوصفات بباريس وغرنوبل ومونبيليه، بقى شو بدي عدل لعدل؟ دكتور بسام، قلت لك إجراء روتيني بسيط. بس أنا أستاذ. ولا يهمك، راجع التعليم العالي وجيب لي تعديل الشهادة والنقابة تحت أمرك. يا سيدي هي شهادة الطب من جامعة غرنوبل الأولى جوزيف فوريه، مصدقة من الخارجية والسفارة، وهي شهادة الاختصاص من جامعة باريس السادسة بيير وماري كوري، وهي مولانا شهادة خبرة من معهد باستور بستراسبورغ من مشفى سالبة كيه يلي ماتت فيها الأميرة ديانا، وهي بطاقة عضوية بجمعية ميدسان سان فرونتيير
وهي بطاقة عضوية دائمة بالمؤتمر الطبي العالمي السنوي لطب الأعصاب الأصالي. وهي مولانا شهادة من وزارة التعليم الفرنسية تثبت أني كنت مدير مستوصف لوبيتال دو نيرفا بالوكالة. وهي هي شهادة تقدير وثناء من جامعة كلود برنار بليون ومنصوص فيها أني كنت عضو بالهيئة التدريسية. وأخيرا هي شهادة من مجلة ميدسان دو فامي تثبت أني حصلت على جائزتها السنوية لعام 95 على ما أذكر. عظيم كتير، يعطيك العافية. الحقيقة عودتك للبلد مكسب كبير إلنا وللشعب العربي، ونحن منفتخر فيك ومنفتخر بهيك خبرات. شكرا كتير يا سيدي، والحقيقة تعذبت كتير لحتى جمعت هالوثائق والشهادات. جهد مشكور ما في شك، بس عدم المؤاخذة لوراق ناقصين. بقى يا ريت تستكمل لي ياهم وبكون ممنون لك. ناقصين؟ شو ناقصين؟ شهادة البكالوريا. شو هالحكي؟ هلا كل الشهادات اللي قدمت لك اياها ولسه بدك شهاده بكالوريا؟ لا تقلق دكتور، مو انا اللي بدي، النظام هيك بده. بعدين لا تنسى شهاده البكالوريا شهاده اساسيه مثلها مثل كل الشهادات اللي قدمت لنا اياها، لذلك لازم تكون موجوده مع الاوراق. بس انا لما بترجاك دكتور لا تحسس، هذا اجراء روتيني بسيط لا بيقدم ولا بيأخر، بس بنفس الوقت مهم جدا. يعني بصراحه وراءك ما رح تمشي بدون شهادة البكالوريا. أما هي قصة غريبة فعلا. لا، والمشكلة إنه البكالوريا تبعي ما لي أخذها من هون. لك من وين؟ من بيروت. إذا أخذها من بيروت بدك تعدلها من وزارة التربية. كمان الثانية بدها تعديل؟ لا تحسس دكتور، إجراء روتيني بسيط بيعملوا لك إياها بخمس دقايق وأنت واقف. أهلا وسهلا برجوعك لصدر الأم دكتور. طيب يعني بابا الشهادة كيف شكلها؟ شو بيعرفني؟ يعني معقولة اتذكر شكلها انت التاني؟ بسام، انت متأكد انها هون؟ ماني متأكد ولا شيء، بس وين ممكن دور غير هون؟ بابا، لتكون بكرتين الكتب اللي عسقيفها. ليش في كرتين عسقيفة؟ ايه؟ لا ما ضل شيء، كله شحدته من زمان. الله يصلحك، يعني معقولة تشحدي الكتب بدون ما تشوفي شو في بقلبها؟ الكتب قديمة من زمان ستي، أنا متأكدة إنه ما لنا دحشين بقلبها شي مهم. بعدين يعني ما خاطر ببالي إنك تحتاج شهادة البكالوريا وإنت بهالسن هاد. هي هي، لقيتها بابا، لقيتها. هات أشوف. إيه ما بتنفع. هالصورة عنها. يعني شو؟ ما بيمشي الحال؟ لا ما بيمشي، لأنها صورة غير مصدقة. أنا بدي يا أما الشهادة الأصلية يا أما صورة مصدقة عنها. هلأ أنت لما سجلت بكلية الطب بشو سجلت؟ بالأصلية ولا بالصورة عنها؟ لا على ما أذكر بالأصلية. إيه خلص، معناتها شهادتك لسه هنيك بباريس. إيه والله مزبوط. أحسن شيء ابعتهم فاكس مشان يبعتولي إياها. خلص خلص، ضبوا كل شيء ولا بقيتوا تدوروا على شيء، تقريبا مشي الحال. رح ابعت جيب نسخة عن البكالوريا من باريس. ايه دكتور قل لي، وهي بشو بدي اعدل لك اياها؟ ببكالوريا سورية. بشو يعني؟ اسف كتير، هي ما بتتعدل غير بصفحة 11 مو بكالوريا. شو تفضلتوا اخي؟ سلامة عرفك دكتور، هي شهادة بكالوريا اولى لبنانية، وبلبنان في بكالوريا اولى وبكالوريا تانية، والبكالوريا الاولى بتعادل صفحة 11 عنا. ايه والمعنى؟ المعنى بدي شهادة البكالوريا التانية. بس انا ما معي البكالوريا التانية. لكن شلون درست الطب؟ سجلت بهي الشهادة اللي معك. وقبلوها منك بفرنسا؟ نعم سيدي قبلوها. العمى قديش في فوضى بفرنسا؟ يعني شلون مرقت عليهم هيك شغلة ما بعرف. ايه والله ما تصير عنا هيك غلطة، لا تتكركب الدنيا فوقاني تحتاني. يا سيدي لا تدقق، ببلاد برا بيصير شغلات اكثر من هيك. ايه صحيح، بالفعل فوضى كثير هنيك، صعبة الامور فتانة. مو مثل هون. السلام عليكم. يعني بالنتيجة شو قالوا لك؟ قال بدهم شهادة البكالوريا الثانية. هلا دكتور، أنت ما درست البكالوريا الثانية بلبنان؟ يا سيدي القصة وما فيها هي كالتالي بالتفصيل الممل. أنا وأهلي كنا عايشين بلبنان، لأنه أبي كان يشتغل بالمرفأ ببيروت.
ومثل ما بتعرف بلبنان في شهادة بكالوريا أولى يلي هي الحادي عشر، وشهادة بكالوريا تانية يلي هي شهادة الثانوية العامة عنا. مزبوط؟ صحيح، معروف الشيء. ها ولسوء الحظ وبعد ما أخذت البكالوريا الأولى يلي هي الصف الحادي عشر علقت الحرب بلبنان وتخربطت الدراسة وتسكرت المدارس ودبت الفوضى وصارت الناس تهرب حتى تنفط بجلدها من الحرب ومآسي الحرب. لساتك معي أستاذ ولا شردت؟ معك دكتور، معك. عظيم. أبي بهالحالة وباعتباره سوري رجع للشام هو وأهلي وأخواتي بنات، وأنا باعتباري وحيد وما عندي عسكرية سافرت أنا على فرنسا حتى أكمل دراستي. طيب ليش سافرت على فرنسا؟ ليش ما كملت دراستك بالشام؟ أخي هيك صار. أولا خالي عايش بفرنسا وبهالصورة في مين يعتني فيني ويقاويني. ثانيا أنا دارس بلبنان ومعظم دراستي بالفرنسي، يعني المناهج متقاربة. ما اختلفنا، كل هالحكي على عيني وراسي، بس السؤال كيف قبلوا لك شهادة البكالوريا الأولى ودخلوك على الجامعة بدون ما يكون في حوصتي لوصتي؟ أخي الله وكيلك، لا في حوصتي ولا في لوصتي. فرنسا هاي فرنسا، مو حالة كل مين يدولو. طيب فهمني هلأ، شلون قبلوك بكلية الطب؟ يعني شلون مرقت عليهم الشهادة؟ شو هالكلام يا أستاذ الله يخليك؟ شو شايفني قدامك محتار ولا مزوّر؟ لا 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 لا، ما في شيء من هذا يا أستاذ، أنت بلا شك إنسان محترم، بس شو بدنا نساوي؟ الاحتراس واجب. أخي لا تجنني، الله يرضى عليك. احتراس من شو؟ عم أقول لك هاي شهاداتي بين إيديكم، وهي الوثائق وهي المستندات المصدقة أصولاً. صحيح، بس بيني وبينك عم بخامرني شك إنه هنيك الأساتذة عم بنشحوا الطلاب بالمصاري والرشوة والبرطيل. هيك بقولك عم يعملوا بفرنسا؟ طبعاً، وعم بخامرني شك إنه المواد لها تسعيرة مثل تسعيرة وزارة التموين عنا. شلون يعني أستاذ؟ يعني إذا بدك تنجح بمادة التشريح السريري بدك تدفع 1000 فرنك لأستاذ المادة حتى ينجحك، وإذا بدك تنجح بالتنظير الضوئي بدك تدفع 1500 فرنك، وبالحقوق الدستورية 1700 فرنك، وبالاقتصاد السياسي 2000 فرنك، وعلى هالمقياس قيس بكل الكليات. يعني بيني وبينك الشغلة صارت مكشوفة، وكل مادة لها تسعيرة مثل باكيت الدخان. شو هالحكي اللي عم تحكيه أستاذ؟ منين جايب هالمعلومات حضرتك؟ مثل ما عم قلك، وعم بخامرني شك إنه إذا كانت المنفحصة طالبة يمكن أستاذ المادة يطلب منا أن تحبه بالزور أو تسايره حتى ينجحها. يا لطيف يا لطيف، تلطف فينا. حوالينا ولا علينا، حوالينا ولا علينا، اللهم سترك يا رب. إيه وهلأ شو المطلوب مني يعني؟ شلون بدنا نحل هالقصة ونخلص بها؟ اسمع أستاذ بسام، ما في قدامك غير حل واحد. تفضل سمعنا، أتحفنا بهالرأي. بدك تدبر بكالوريا سوريا بأي شكل، علمي أدبي مو مشكلة، المهم بكالوريا. ما فهمت علي، شلون بدي دبرها؟ بصراحة عم بخامرني شك إنك لازم تعيد البكالوريا. عيد البكالوريا بهالسن هاد؟ بهالمركز هاد؟ انت بدك يعني عيد البكالوريا؟ إيه لكن قدم بكالوريا حرة لحتى نوصل انا وياك للسيف سايد. اللي يكون عم تمزح معي يا استاذ. الله يسامحك يا استاذ، هلا وقت المزح. بقى اسمع مني وروح لحق التسجيل قبل ما يخلص. ولك يا بني ادم، انا بباريس عم مارس الطب من كذا سنه، وعم اجري عمليات جراحيه وعم نقلوها بالفضائيات لمختلف انحاء العالم مباشره على الهواء، وكل هالشي مشان تعميم اسلوبي. ومن هالعمليات فتح المخ بالليزر، جراحه الشرايين والاعصاب، واستقصار الاورام الحميده والخبيثه، ووقف النزيف الدماغي، ومعالجه التهاب القشره الدماغيه والسحايا، وزرع نخاع بالعمود الفقري، ومعالجه الفتق اللبي والديسك والفالج. لكن تعرف اني قبل ما اجي لهم مباشره عملت عمليه مجهريه لعصب دقيق، وخيطت هالعصب بشعره منتزعه من ظهر ايدي، واخذت جائزه العام لافضل عمليه جراحيه مجهريه بالعالم. ولك انا بفرنسا صار لي دكاتره تلامذه وانصار ومريدين، وصرت صاحب طريقه باستقصار الاورام اسمها طريقه الدكتور كبريتي. وبعد هالشي عم تقلي عيد البكالوريا؟ عيد البكالوريا؟ والله العظيم
الحق معك يطلع خلقك، بس نووي وعم بيخابرني شك انه ما في قدامك حل تاني، لانه القانون لا يخرق والنظام يجب ان يطبق. وانا عم يخامرني شك انك انسان متخلف على الحق من عهد المستحاسات والديناصورات المنقرضة، ما في شك، ولازمه فتح مخ مو بالليزر، ما بيلبق له بالمنشار والمفك. معقول هالحكي يا بسام؟ انت اكيد عم تمزح. لا والله ما عم بمزح، قال لازم عيد البكالوريا، يعني بعد ما شاب ودوه عن كتاب. شو هالحكي؟ طيب روح قابل الوزير. يا ستي قابلته. ايه وشو قال له؟ والله الزلمه كان لطيف كتير، وقال لي بصراحه انا لساتني جديد بالوزاره وما بعرف اذا كانت هيك قرارات ضمن صلاحياتي ولا لا، لانه ما في نص بالقانون اقدر اعتمد عليه بحالتك. اما قصه غريبه، يعني هلا الاجانب كتير جدبان حتى يسلموك أرواحهم؟ أصلاً المريض شو رح يستفيد من بكالوريتك وهو ملقح تحت المشرط تبعك؟ ما بعرف يا ميادة، ما بعرف. يلي بعرفه وأنا بهالوضع شغلة واحدة وبس. وشو هي هالشغلة؟ لازم أرجع على فرنسا اليوم قبل بكرة. إيه لا حبيبي، لا ما حذرت بنوب. قال يرجع على فرنسا قال. إيه نحن ما صدقنا أنت اقتنعت ترجع للشام. طيب شو بدي ساوي لكان؟ غير مهنتي وافتح مكتب تعهدات وتجارة عامة؟ هلأ هيك رح تكون القفلة؟ بعد ما كنت ميادة حرم الدكتور بسام رح أصير حرم لك ميادة. لا تجنيني انت التانية، شو بدي ساوي لكان؟ بسام بسيطة، روق دمك وهدي أعصابك وكل مشكلة إلى حال. طيب شو الحل برأيك؟ شوف يا بسام، الإنسان مهما قوي ما بيقدر يوقف بوش التيار ولا بيقدر يناطح أعصاب. ايه وشو المعنى؟ المعنى يعني إذا كان وجودك بالبلد مرهون بتقديم البكالوريا فشو عليه؟ قدمها. تعرف والله أنا لو كنت محلك غير أكسر عينهم وقدمها جكارة فيهم وما بسمح لهم يهججوني من البلد. هلأ هادي اللي طلع معك ست الحسن؟ بعدين لا تنسى أنه معلومات البكالوريا لواحد بمثل ثقافتك رح تكون مثل شربة المي وما رح تتعذب بدراستها أبدا. هلأ من كل عقلك عم تحكي أنت؟ طبعا ما في غير هيك. مشان هيك روح بكرة من الصبح على مديرية الامتحانات، سجل اسمك مع الأحرار واتكل على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هالقصة، إنه منين طلعت لنا هالشغلة ما بعرف. معليش بسام، أمر الله وحكم. على كل حال روح من بكرة وسجل حالك قبل ما يخلص الوقت. وليش لحتى أروح أنا؟ قلتك بجوز تخجل قدام الناس. أصبح منبعت أمجاد؟ لا، يعني ضروري نحرجه لأمجاد. بركي حدا من رفقاته شافه، شو بده يقول عنه؟ عم يعيد البكالوريا بعد ما تخرج من الجامعة؟ بسيطة، مو مشكلة. وين التليفون؟ بمين بدك تتصل؟ بدي اتصل بالبروفيسور المصري أحمد زويل يلي حاز على جائزة نوبل بالعلوم السنة الماضية. ايه؟ وشو بدك تقله؟ بدي اسأله يا ترى معه بكالوريا ولا ما معه؟ لمين هدول الوراق؟ هدول الوراق لبابا. بلا مسخرة الله يرضى عليك، ما أنا فاضيين للعلاج المصدي. وقف منيح وأحكي صحيح، يعني أبوك بده يقدم بكالوريا؟ إيه نعم. والله غريبة. عفوا وشو الغريب بالموضوع أخي؟ بعدين مو من حق أي مواطن إنه يقدم بكالوريا؟ بلا لك من حقه، بس وينه سيد الوالد؟ ليش ما إجا بذات نفسه؟ مرضان شوي. عفوا ممكن ولو فيها كترة غلبة اسألك أبوك شو بيشتغل؟ يا سيدي بابا بيشتغل جراحة عصبية. يلا. وهي جبت لك كل الكتب. يسلم وديات بابا. وجبت لك كمان نوطات ممكن تساعدك وتسهل عليك الدراسة. نوطات شو؟ أول شيء الكتب. هي حل مسائل تحليل رياضي. وهي حل مسائل مثلثات. وهي هندسة تحليلية كمان حل مسائل. وهذا الرائد الجديد في اللغة العربية. وهي أسئلة السنوات السابقة مع حلولة. عظيم كتير، بس والله كتار هالكتب. شايف لك البكالوريا صايرة صعبة مو هيك؟ ايه لكن بابا هي بكالوريا وبدها هز كتاب، يعني انت لازم تبلش دراسة من هلا وما تضيع ابدا وقت. انت ادعوا لي بابا وان شاء الله كل شيء بيهون. ان مجموع المحاور المتوسطية على الخط الشاقولي تساوي ضعف امتداد النصف الخارجي للقطعة المراد قياسها ضرب 3، ولقد أكد ذلك إقليديس في نظرياته. والله كأني عبارة بسنسكريتي، شو هاد يا؟
تساوي ضعف امتداد النصف الخارجي للقطعة المراد قياسها ضرب 3. يعطيك العافية. الله عافيكي. هيك ها اقرأ بصوت عالي ريته ما يبلغ الصوت. والله يا ميادة المنهاج صعب كتير ومهما قريت ما عم بفهم شي. ليش شو عم تقرأ؟ عم بقرأ هندسة بس النهفة انه الرياضيات كلها متغيرة وما كان على زماننا هيك شي منو. لك بزماننا كان في مثلا بالجبر تحليل ثلاثي الحدود، الاتمام الى مربع كامل، المتطابقات ونظريات فيثاغورس وأقليدس. اما هلا كل الرياضيات صايرة حديثة مختلفة تماما. لا وكله كوم والجبر كوم. قال شو البسط والمقام. شو يعني؟ يعني الصورة والمخرج بالكسر العادي. انه كنت احفظ انه البسط يعني الصورة والمقام يعني المخرج ما في فايدة لا تتعبي الا ما خربيت. آخ فعلا العلم في الصغر كالنقش في الحجر. انه منين اجتني هالشغلة ما بعرف. هادي اللي كان ناقصني والله. لك والله عم استحي قدام اولادي هيك قلك يعني. بسيطة بسام، كبرها بتكبر زغرها بتصغر. انت مكبر الوهم على حالك. يلا لشوف حبيبي، اشرب كاسة الليمون وروق دمك. مو مسألة روق دمي، المسألة انه مغناطيس مخي صاير ضعيف ما عم يعلق في شي. لك بحفظ من هون بنسى من هنيك. اسمع حبيبي انا عندي رأي. وشو هو؟ اذا حاسس حالك عم تتعذب وتتمرمر الافضل لك انك تستعين باساتذه خصوصيين. شو هالحكي؟ يعني معقول يكون دكتور مرموق وخريج فرنسا وحط اساتذه خصوصيين؟ شو بدهم يقولوا عني؟ يقولوا لا يشبعوا الناس، المهم النتيجه. هو بيني وبينك في شغلات ما عم بفهمها. لا والنكته مو بس بالعربي وبالرياضيات كمان. بس وينك بدك تنتبه؟ العربي لحاله بيرسب، يعني اذا بتنضرب بمادتين وبتجيب فيهم ربع العلامه ما بيأثر بتنجح، لكن اذا انضربت بالعربي بترسب. طيب ومنين بدي اجيب اساتذه؟ ولا يهمك، بجريده الدليل موجود كل شيء. ليك وين الجريده؟ رح دور لك على عناوين الاساتذه. ها شري، هي عناوين اكثر من 20 استاذ. هي عنوان استاذ عربي. انت لازمك استاذ عربي ولا مو لازمك؟ القصائد والشرح شاطر فيهم بس بالاعراب ضعيف شوي. خلاص معناتها اول شيء رح جيب لك استاذ العربي وبعدين بدبر لك باقي الاساتذه لنحكي معه. الو مرحبا، والله هون بيت الاستاذ عصام بربوش. اينا مين عم يحكي؟ حضرتك يلي ناشر اعلان بجريده الدليل. عظيم، نحن بحاجه لدروس تقويه باللغه العربيه لطالب بكالوريا. ايه على عيني مدام. او يا ترى الطالب لحاله ولا معه طلاب تانيين؟ لا لحاله. طيب كم درس بالاسبوع بتكون؟ يعني شي 3 أو 4. ويا ترى الطالب راسب بكالوريا ولا اول مره بيقدمها؟ لا اول مره. بانه مدرسه تعلم؟ الحقيقه هو ماله مسجل بالمدرسه، بده يقدمها حر مو نظامي. طيب قديش كانت علامته باللغة العربية بصف 11؟ ما بتذكر، بس عفوا انت شو بهمك بعلامة 11؟ لا لا ولا يهمك مدام، بس مشان كون فكرة عن مستوى الطالب، لأنه بصراحة إذا مستوى الطالب ضعيف فأنا بعتذر. استاذ انت بس تشوف الطالب بتقدر تحدد مستواه من أول جلسة؟ ما في مانع. وين عنوان البيت؟ أهلين أهلين، تفضل. شكرا. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. حضرتك الدكتور بسام كباليتي؟ أيوة. أنا عصام مدرس اللغة العربية. أنت؟ يعني حضرتك اللي حكينا معه بالتليفون؟ أنا هو وجاي بناء على الموعد. يا أهلا وسهلا. أهلين دكتور. يا أهلا. أهلين تفضل. 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 يا أهلا وسهلا فيك. تفضل. شكرا لك. يا ميت مرحبا. كيف صحة إن شاء الله تمام؟ والله الحمد لله. إن شاء الله. تفضل. لا لا ولو. تفضل عودوا رقم. لا ما بصير مشان واجبك دكتور. يسلم واجبك ولو. شكرا. أهلا وسهلا. أهلين وسهلين ومرحبتين. شو بتحب تشرب؟ معلش بلا ما في داعي. لا ما بصير. بابا أحلام يرضى عليكي قهوة وسط. ايه تكرم عينكم. الحقيقة أنا تفاجأت فيك شوي، يعني ظنيتك أكبر من هيك بالسن. مع إني صار لي 4 سنين متخرج من الجامعة، بس يمكن شكلي بيوحي إني أصغر من هيك، هذا هو السبب دكتور. يا سيدي أهلا وسهلا فيك. إمتى بتحب نبدأ الدرس أستاذ؟ أنا جاهز دكتور، يا ريت ناديلي المحروس بس. أنا محروس. المحروس ابنك. ابني جوا
شو بدك منه؟ لا بس يا ريت نادي له مشان نبدا بسرعه لاني مستعجل، عندي درس ثاني بالابو. يبدو انك فهمان الموضوع غلط. الدرس مو لابني. عفوا، لبنتك لكن ما هيك؟ لا، إلي انا. انا اللي بدي اقدم بكالوريا. إلك انت؟ هلا انا بدي اعطيك دروس إلك انت؟ ايه، وشو الغريب؟ لا عفوا دكتور، بس مو حضرتك الدكتور بسام كبريتي؟ طبعا انا. ليش ما حكيت لك المدام عن وضعي؟ لا والله. وليش بدك تقدم بكالوريا دكتور؟ يا سيدي هي قصه طويله، خلينا نبدا الدرس احسن ما وجع لك راسك. استاذ بابا. تفضل استاذ. شكرا. تفضل بابا. شكرا حبيبتي، يسلم ايديك. مرسي حبيبتي. ايه سيدي، شو رايك هلا نبلش اول شيء بالاعراب مشان نراجع معلوماتك القديمه؟ ما في مانع، اصلا انا بدي تقويه بالاعراب. طيب اعرب لي هذه الجمله اذا سمحت. وللنسيم اعتلال في اصائلي. اعرب لي اول شيء اللام للنسيم. لام التعليل. ما في تعليل هون دكتور. اصبح لام السببيه. ما في شيء اسمه لام السببيه. لكن اللام نافيه للجنس. هديك لا وانت صادق. يخرب بيتها، لكن شو هاللام هاي؟ حرف جر. والله كنت رح اقولها، بس قلت مو معقول يكون سؤالك سخيف لهالدرجه. طيب دكتور، اعرب لي النسيم. النسيم؟ سهله، مجرور اليه. مجرور اليه؟ اسم مجرور باللام، مو مجرور إليه. ايوه، عفوا، هيك كان انا قصدي استاذ، لا تاخذني. طيب، اعتلال شو اعرابه؟ اغلب الظن خبر. خبر؟ خبر لشو؟ وانت الصادق مبتدا مؤخر مرفوع. شو هالحكي؟ هلا هي مبتدا؟ والله على زماننا كانت خبر، بس المناهج مغيرة على ما يبدو. طيب، إذا كانت اعتلال مبتدأ وين الخبر؟ معلش أستاذ، ذكرني ببيت الشعر. وللنسيم اعتلال في أصائله. معناتها أصائله الخبر. دكتور، دكتور ركز معي، ركز معي، الله يوفقك، الله يخليك يا دكتور، مستعجل، عندي درس بالآبون. وين الخبر؟ يا سيدي فيها إن المسألة، الخبر مو موجود معناها المسألة فيها نهفة من نهف سيبوي. ما في كلام يا دكتور، لا فيها لا نهفة ولا شيء. جملة للنسيم في محل رفع خبر. ايوه هلا فهمت عليك، بس الحق بإيدي ما أعرفها. عم يصعبوا المناهج كتير يا أخي. الله يعين هالجيل ويحمل معه. دكتور ممكن أحكي مع المدام كلمتين لو سمحت؟ خير استاذ، في شيء زعجك لا سمح الله؟ لا ابدا، كلمه ولا تغطاها. تكرم عينك. حاضر. مياده، يا مياده. خير بسام، بتريد شيء؟ الاستاذ بده اياكي بكلمتين. مور استاذ. انا شو قلت لك يا مدام على التليفون؟ شو قلت لي؟ ما بتذكر. ما قلت لك انه اذا مستوى الطالب ضعيف فانا بعتذر؟ بلا. ايه انا بعتذر. سيء لهالدرجة؟ مو بس سيء يا مدام، مو بس سيء، تعبان كتير. لك مو تعبان، عدمان. عدم مؤاخذة دكتور، حضرتك ذكي يعني، وأنا كتير بيشرفني يكون أستاذك، بس الحقيقة بدك شغل كتير كتير، بدك شغل، وأنا ماني فاضي، عندي درس بالآبون. عن إذنكم أستاذ. نسي ساعته، هلا بيتأخر على درسه بالآبون. شلون دراسة جوزك ميادة؟ إن شاء الله ما عملتها بدش مثل ابني رغيد. لا الحمد لله ماشي حاله وشادد الهمة وعم يحفظ دروسه أول بأول. إيه الحمد لله. دخليك عم بيقولوا إنه عم بتجيبوا له أساتذة خصوصي، صحيح الحكي؟ إيه بس مو بكل المواد. هلا معقولة جوزك يحتاج دروس خصوصي؟
شو بتعمل البكالوريا قدام كل هالشهادات اللي أخذها؟ صحيح، بس دراسة الطب شي والبكالوريا شي تاني. بعدين بيني وبينك، هو حاسس إنه المنهاج الجديد غريب عليه شوي، خصوصي بالعربي. علمك هو صار له سنين وأيام بفرنسا، يعني حقه ينسى العربي؟ هو شوفي لقلك، من جهة إنه المنهاج صعب، والله صعب كتير. ابني رغيد دائما بيقول نفس الحكي، بيقول لي يا ماما بس هالمنهاج هيك تقيل، يعني ما بعرف ليش كأنه عسير الهضم. لا عسير الهضم ولا شيء، اللي بيدرس وبيجتهد ما بيلاقي شيء صعب، بس هالجيل بده كل شيء على الجاهز وما بيحب يتعب بشيء. يا ميادة اسمعي مني وانتصحي، اليوم قبل بكرة لازم تقيمي الدش من البيت، وإذا قدرتي كمان تلغي التلفزيون لا تقصري، لأنه صدقوني يا جماعة ما في شيء بيلهي الطالب عن دراسته أكثر من التلفزيون. ومين قالك ما عم فكر أعمل هالشي بآخر الشهر؟ وإذا جوزك حب يجي ويدرس مع ابني رغيد يا ميت أهلا وسهلا، أنا ما عندي مانع، يعني البيت بيته. لا يدرس مع ابنك، هلأ بيتلهوا مع بعضهم، وخصوصا ابنك رغيد بيلهي الدب عن عليقه. لك قصدي إذا صعب شي على جوزها، وخصوصي بالمثلثات ميادة، لأنه رغيد شاطر كتير كتير بالمثلثات. تصوري بينادولا بالمدرسة فيثاغورس لأنه كتير شاطر فيها. صدقيني ما في مسألة مثلثات بتصعب عليه، يخز العين. لا شكرا، جوزي حافظ المثلثات مثل كرج المي. جيب 2 سين يساوي 2 جيب سين تجيب سين، جيب 2 سين يساوي تجيب شو؟ 2 جيب سين تجيب سين. فإذا اخترنا إحدى المعادلتين أتت العبارة المفروضة على الشكل. مرحبا. أهلا وسهلا. هون فيلا دكتور بسام كباريتي؟ أي والله هون. أنا الأستاذ عاصم، أستاذ الرياضيات اللي حكيتوا معه. يا أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل تفضل. تفضل أستاذ. أكيد حضرتك دكتور بسام. أي والله تشرفنا معرفتك دكتور. الله يزيدك شرف. شو وينه المحروس؟ أنا المحروس، قصدي أنا طالب البكالوريا. نصل الدارة الكهربائية الموضحة ومؤلفة من ووشيعة ذات مواد حديدية ونضيف إليها مصباحا كهربائيا مناسبا نربطه. مرحبا بسام. أهلا وسهلا. عفوا مرحبا دكتور. أهلين وسهلين ومرحبتين. أمجد موجود؟ لك هلأ شو بدنا بأمجاد؟ وينك انت غاطت ومالك مبين؟ غلي قلبي عليك. ليش انت سألت عني شي؟ لا بس حبيت اطمن على دراستك. الحمد لله ماشي حالة. وانت شلون دراستك عمو؟ نشكر الله كمان ماشي حال. دخلك بدي اسألك، شلونك انت بالفيزياء؟ فضحل، اذا لازمك شي قلي بس. طيب هلا اذا قذفنا كرة للأعلى، قذف شاقولي يعني، شلون بدنا نحسب الارتفاع؟ أول شيء بدنا السرعة الابتدائية. السرعة الابتدائية 6 متر بالثانية. هلا صارت كتير بسيطة، بما أنه القذف شاقولي فالتسارع هو تسارع الجاذبية الأرضية، يعني 10. لحظة لسجل التسارع، لحظة التسارع يساوي 10 والسرعة النهائية 0. السرعة النهائية 0 والسرعة الابتدائية معك بتعود معادلة الحركة بيطلع معك الارتفاع. يسلم راغودي، خلينا نشوفك. ها بس المستغرب دكتور، شو حضرتك طبيب وما بتعرف المعلومات البسيطة؟ بعرفها عمو بعرفها، بس الواحد بينسى. دكتور جراح وبينسى، عذر أقبح من ذنب، بس كل شو ما ينسى له شي قطني براشي مريض، الله يستر. ايه دكتور، أنا ما قلت لك حسب لي زمن عودة الكرة على الأرض. صحيح، لا تأخذني، نسيت أحسبه. دكتور هيك ما بيمشي الحال، الله يخليك. الوظيفة لازم تنحل، لأنه إذا هلأ ما حليت مسائل بكرة بالامتحان كيف بدك تحل؟ قلي لشوف، شلون بدنا نحسب الزمن؟ ما بعرف شلون بدنا نحسبه. أنا اللي عم أسألك. هلأ معادلة الحركة المتغيرة بانتظام شو؟ عين يساوي نص تي عين زين تربيع زائد والله نسيت، زائد سير ري زين. يا دكتور ايه مزبوط، هلا اتذكرت. عفوا عمو،
شوف دكتور، معنا عين يعني الارتفاع صفر لأنه الكرة لساتة على الأرض، والتسارع معنا يا 10، وسيرة يعني السرعة الابتدائية معنا ياها 6. بهالحالة بيضل معنا مجهول واحد اللي هو الزمن. تفضل احسب لي يا لشوف. بيطلع الزمن نص ثانية. مزبوط. سيك لقلك دكتور، هدول مثالين للدرس الجاي، وظيفة بتحلهم بس بشرط لحالك، ولا بقى تسأل رغيد ابن الجيران. ليش مين قالك؟ العمى العمى ولاد الجيران شو فسادين. وطوا صوت هالتلفزيون شوي، شو ما بتعرفوا انه ابوكم عنده بكالوريا؟ اسفين ماما. ماما وين بابا عم يدرس؟ بمكتبه. ايه اي مش علي انا. إيه لا عدي محلك بلا ما تلهي، اصلا هو بده شغله يلتهي فيها. الو اهلين. ايه لحظه ماما، طنط ام عباده. ايه طيب. الو اهلين ام عباده، تمام ماشي الحال؟ استقبال مين؟ لا والله ما عاد حضرت استقبالات منه. شو ليش؟ مشان جوزي، بتعرفي السنة عنده بكالوريا وما بقدر اتركه لحاله. بعرف انه مو صغير يعني، بس لازم ضل جنبه مشان هيئ له جولة دراسة. ولا يهمك، بعد الفحص ان شاء الله بيرجع كل شي لحاله. اهلين ام عبادة، سلمي على ام وصفي كتير السلامها. الله معك، مع السلامة. شو هاد يلي عم تقرا؟ مجلة سيانس ايفي، قال العلماء عم يدرسوا امكانية تجفيف النزيف الداخلي بالمخ بدون جراحة. هلا شو دخل هالعلك المصدي بالبكالوريا؟ مشان الله بسام لا تتلهى عن دروسك وتخجلنا، مو حلوة قدام رفقاتي. ارحميني بقى يا مياد ارحميني، بصراحة خايف انسى الطوب واصفى لا من هون ولا من هون. ولا يهمك، خود اشرب لقلك خود. شو حالي؟ شو شايفتيني مريض قدامي؟ سلامتك حبيبي، بس احسن ما تشرب قهوة وتقلق بالليل، حاكم بكرة الفحص ولازم تنام منيح. وليك قبل ما انسى شوفي. الو مرحبا خالي ابن رغيد. خالي ممكن احكي مع رغيد بالله؟ مرحبا رغوده، انا الدكتور بسام. شلون تحضيرك؟ عظيم كتير. يا ترى في توقعات جديده مشان بكره؟ مساله عن حركه قذيفه مدفع؟ مين قال لك؟ ايوه ولا يهمك، هلا براجعك. وينك؟ اذا جد معك شيء جديد خبرني بسرعه. اهلين وسهلين، الله معك رغوده، مع السلامه. لك حاج تطويش راسك بالتوقعات، بتتشوش هيك؟ معك حق، بس عم يقول رغيد انه التوقعات جايبها من مصادر موثوقه بالوزاره. حاجتك بقى بسام، هذا كله حكي فاضي. الو مرحبا عمو ابو عباده. عمو ممكن احكي مع عباده بالله؟ انا رفيقه الدكتور بسام كبريتي. اي يلا معك. صاروا هالفصاعين رفقاتي، شايفه يا مياده شو تبهدلت اخرت عمري. مرحبا عبوده، شلونك؟ عم يقولوا انه حركه قذيفه المدفع متوقعه. شو هالحكي؟ ما في شي منها؟ لكن شو المتوقع؟ ها؟ حركة النواس؟ أكيد؟ طيب هلأ براجعة. إذا جد شي معك الله يرضى عليك اتصل فيني عمو. إيه؟ أهلين.
الله معك، مع السلامة. شفت شلون كل واحد بيتوقع شكل؟ بس عبادة عم يقول انه معلوماته من مصادر موثوقة جدا جدا من الوزارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع مني، قوم ريح حالك ونام على بكير أحسن شيء. ما بقدر نام قبل ما راجع حركة النواس، بركي اجتنا بكرة، لأنه بصراحة درستها أنا، مو شيء إنه ما درستها بس نسيتها. اتصلي بأستاذ الفيزياء، خليه يجي يراجع لي إياها. هلأ بدنا نتصل بالأستاذ بنصاص الليالي؟ أصبح ما في غير إني روح لعند رخودي راجع أنا وياه، ما بطوي. هلأ بنصاص الليالي؟ معك معك حبيبتي، باي باي. اضرب عليه. ليش هيك تولدن هالولدنة وانخسل قدره؟ يلا يا شباب كل واحد ورقته، اي حركة هيك او هيك او همسة فورا بسحب الورقة. خلونا رايقين الله يرضى عليك. هنا جاني شيء من التوقعات، لا وسؤال اللي بعرفه نسيت جوابه. هاي انت هون شو عم تبربر؟ لا لا ابدا ما في شيء. لكن طلع ورقتك ولا سمعنا حسك اذا بتريد. اي حاضر تأمر. شوف النتيجة ضروري تبعت أمجاد. يعني كتير حلو منظري وأنا عم دفش الطلاب؟ إن شاء الله تنجح بابا، الله لا يضيع لك تعب. آمين يا رب، يا ربي تتلطف فيني وتنجحني وتخليني مع أولادي ولا تحيجني لفرنسا.